طب معلش بس قبل ما ندخل في التفاصيل دي يا استاذ اكرم، يعني انا دلوقتي انا بيني وبينك كنت عايز اتكلم فعلا عن ثقب الاوزون، وزمايلي دلوقتي بيقولوا لي اهو محمود التميمي بيقول لي يا عم انت جاي علشان الانتخابات، ايه دخل يعني ثقب الاوزون والاحتباس الحراري والموجات اللي مش عارف ايه وذوبان التلج والجليد؟ انتوا تحبوا يعني نكمل في الموضوع ده في ثقب الاوزون يا دكتور عمار ولا نتكلم عن الانتخابات؟ لا انا احب اتكلم في الادب مش في قله الادب. طيب بما ان هنتكلم في الادب علاقه الانتخابات بالروايه بس، بما ان يعني مفروض عليا دلوقتي ان اناقش مع حضراتكم الانتخابات بين قوسين الانتخابات، فلازم نتكلم في الانتخابات يعني. طيب بس انا غصبا عني يعني انا بنفذ التعليمات اللي جات لي دلوقتي، بيقولوا لي يا عمرو انت جاي عشان تتكلم في الانتخابات.